نال مطار البحرين الدولي للعام الثاني على التوالي تصنيف خمس نجوم من سكاي تراكس هيئة التقييم العالمية المتخصصة بتصنيف المطارات وشركات الطيران في العالم وذلك تقديرا للمستوى العالي من الخدمات والمرافق الذي يقدمه المطار للمسافرين وأعلنت سكاي تراكس عن التصنيف والذي جاء بعد التقييم الذي تم إجراؤه في نوفمبر 2022 وشمل عدة معايير حيث تم معاينة الخدمات المباشرة عند مغادرة الرحلات ووصولها، وتحويل الرحلات ومرافق المطار، وخدمات الزبائن، والأمن، وإجراءات الهجرة، والجوازات، والتسوق، ومرافق الأطعمة. ويعد تصنيف الخمس نجوم هو الأعلى الذي تمنحه سكاي تراكس للمطارات في العالم.